قررت اليوم أغير شكلي وأصير كورية لمدة يوم كامل. في اليوم رح ناكل ورح نشرب ورح أغير ستايلي ورح أغير حتى شعري مثل الكوريات. فيلا خلي نبلش. لا 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 أو ماي جاد، حيصير الفيديو اللي نشرته آخر مرة قبل شهر. نو no واي يا جماعة، أو ماي جاد مستحية من عندكم، وما اعرف شلون احكي وياكم والله العظيم بالقف تحت الكاميرا. مريم يعني عيب عليك والله العظيم عيب، شلون ينطيني قلبي اختفي عن متابعيني اللي باليوتيوب؟ شلون شلون؟ طبعا باخر فتره صراحه يعني كلش عندي ضغط نفسي، بحيث ما ادري تعرفون من تفقدون الشغف او ما متى اشوف يعني دعم. ليه والله من وراكم لا تبدا شقة بالصح، والله ادعموني انطوني موتيفيشن. دام اقولكم اشربوا ماء و keep your body hydrated، شربوا ماء. يلا عم تقولوا لمريم بشرتنا تعبانة، يا بي يا بشرة تعبانة، قولي ما نشرب ماء ما ناكل فواكه، والله عظيم. فانتبهوا على صحتكم حبايب قلبي، دائما دائما الصحة اهم شيء. Hello حبايب قلبي and welcome back to my channel. طبعا احنا العرب او بالذات البنات هواي هواي نحب الثقافة الكورية، طبعا انا اولهم، كلش احب الكيبوب، احب حتى مسلسلاتهم اللي تجنن، حتى احب ثقافتهم اكلهم، وكلش كلش كلش اتمنى يعني يجي يوم واسافر الكورية، بس حاليا السفر جدا صعب الكورية بسبب ازمة كورونا، فهم حيل متشددين. المهم حبايب قلبي، البارحة بالليل قعدت على اللابتوب مالتي اللي نسيته بمطار دبي، من يذكر هذا الفيديو، بتشيت بتشي مو طبيعي عليه. المهم فشيت قاعده قلت شنو روتين البنات الكوريات، البنات الكوريات شو يسوون بيومهم؟ مثل ما قلت لكم طبعا البنات الكوريات حرفيا هواي يهتمون ببشرتهم، عندهم السكين كير روتين جدا مهم. كل المشاهير الكوريات حتى الناس العاديه اللي صراحه نشوفهم بالشارع، وانا اشوفهم بالشارع اللي اشوفهم يعني وطبعا البنات الكوريات عندهم هوس بالضعف، دائما يحبون يكونون سكيني ايش قد ما يقدرون، لان عندهم البنيه شويه الممتلئه، انه بنيه ما حلوه وما حد يحبها وما حد يباوع عليها. فكل البنات هناك بكوريا دائما يعني يوزنون اكلهم وياكلون كميات قليله على مود ما يسمنون، فهواي عندهم مشاكل حتى بالثقه بالنفس. مثل ما قرات انه عندهم هناك بكوريا السمينه ما حلوه والضعيفه هي دائما تكون حلوة. أول شيء حبايب قلبي رح نبلش بالميك اب، طبعا أنا مغسلة وجهي ونظيف، اليوم رح أبلش المكياج. الكوريات يعشقون البشرة البيضاء، حرفيا دائما دائما يبيضون وجههم ويحطون كريمات أفتح من بشرتهم. لو تلاحظون باقي الفنانات الكوريات والممثلين حتى الناس العادية يحطون فاونديشن أبيض من لون بشرتهم، لأن هم كلش يحبون يحطون أساس أبيض، ما يحبون اللون الأسمر أبداً. في اليوم راح أستخدم هذا سي سي كريم من إت كوزماتيكس، لونه فاتح. طبعاً هم دائماً يخلون الفونديشن يكون تغطيته خفيفة وحلوة بنفس الوقت، في اليوم راح أخلي هذا المنتج. هما طبعا ما يحبون يستخدمون سبونج ويخلون فونديشن على وجههم، لا يحبون يفردون البداية على ايدهم وبهاي الطريقة، بعدين يوزعوه باصبعهم يحطون لحظة هذا حيل غامق على وجهي. اوه ماي جاد غامق، احنا نريد نبيض اليوم، تشوفون التغطية تجنن. فراح نكمل باقي وجهنا، فبحرارة الإيد قاعد توزعون الفونديشن بوجهكم هاي الطريقة. هم الكوريات ما يستخدمون كونتور، يحبون دائما وجههم يبقى دائري، ما يحبون الوجه المحدد، عرفتوا؟ فدائما بس يستخدمون فونديشن وبعدين راح نثبت المكياج بسيتينج باودر من تو فيست. هذا يجنن،
وبعد ما خلينا السيتنج باودر وكملنا وعضيف شوية بلاشر، طبعا هما يخلون بلاشر لونه حيل فاتح، فهذا من بنفيت كوزماتيكس. رابط شراء هذا البلاشر وين موجود اسفل تحت صندوق الوصف، يجنن لوني، اسمه دان ديليون هذا البلاشر. ف راح نخليه شوية على خدنا يا جماعة. طبعا راح اخلي ايلاينر وهيك يكون كملت الميك اب والشعر. فكتبوني جنب التعليقات ايش رايكم. اوكي جايز، اوتفيت اوف ذا داي، طبعا راح البس هذا الدرس اللي جنن، كلش حلو وجدا سمبل من H&M. تعرفون طبعا كوريات كلش يحبون الملابس الفيمينين اللي تكون هيك كيوت وانثويه وحيل حلوه. هذا الدرس يخبر من H&M، هذا هو صورته، فخليني اروح ابدل وارجع لكم. يا حبايب قلبي I'm ready to go، رايحة للماركت الكوري عشان اشتري تيك بوكي واشتري رامن. باي. من بعد ما كملت غداء الحمد لله، اتذكرت انه اني محتاجة كذا شغلة ولازم اطلع اروح اشتريها. راح تشوفوها وتعرفوها بالفيديو الجاي. المهم اخر اوتفيت لليوم اللي هو هيدي اللبسة، ايش رايكم بيها يا جماعة؟ مهم هذا اوتفيت اليوم، لبست هذا الصندل وهذا البنطلون الاسود مع هذا التوب الاسود، وخليت هذا الشال او نقول السكارف على كتفي بهاي الطريقه. وشوفوا شعري شنو سويته، سويته بطريقه كلش حلوه وسمبل بنفس الوقت. المهم انا راح اطلع راح اروح اشتري لي كذا شغله مثل ما قلت لكم وارجع على البيت. المهم هاي هي جنطه اليوم، هاي جنطه من مانجو تجنن، ولبست الساعه المفضله مالتي من جراندور. اكتبوا لي تعليقات شاركهم باوتفيت اليوم. يلا لاف يو باي. الكوريات اول ما يرجعون على البيت ويكملون شغلهم ويومهم يخلص بنهاية اليوم ضروري السكين كير روتين. فاني رح اشيل كل مكياجي اليوم اللي خليته، اول شيء اشيل عدساتي. او ماي جاد الله، ونهتم ببشرتنا قبل ما نروح ننام. تخيلوا هما ما يستخدمون غسل وجه، هما يغسلون وجههم بالصابونة. خليني أعلمكم هاي الطريقة. عندنا هنا صابونة من دوف، لازم نطلع رغوة كلش كبيرة من الصابونة.
لأنه الصابون الأبيض يقولون إنه يبيض الوجه، فراح أغسل وجهي بالصابون اليوم. كملني وشطفت وجهي من الصابون. يا جماعة صدق يعني الوجه يطلع حيل أبيض. Oh my god. المهم بعد ما غسلت وجهي أكيد راح أمسح وجهي بالتونر عشان نتأكد إن البشرة نظيفة وما بيها أي ميك اب. وراح أضيف هذا المالتي كولاجين، هذا هذا السيروم كلش أنا أحبه. ليش؟ لأنه يسوي باور ليفتينج سيروم، هذا يسوي شد للبشرة حيل حلو يجنن. كلش أنا أحب هذا المنتج. مثعبالك مي، التكتشر مالته كلش خفيف بس يجنن. اللي هذا الكريم اللي جنن اللي هو تايم بريبير كريم على وجهي، هذا يجنن. منتج كوري يخبل ينطي نظارة وترطيب ولمع على البشرة مو طبيعية. تشوفون ايش قد خليت قليل بس يوزع بكمية هائلة البشرة، يعني نقطتين كافي. شوفوا كلش احب انا هذا، دائما استخدمه. عمود يشوفون ليش الكوريات بشرتهم حلوة، لأنه يعتنون بشرتهم بشكل يومي. آخر شيء الهاند كريم من لوكسيتان، هذا كلش حلو. طبعا هذا أخليه بجونتي حجمه صغير ويجنن ويرطب الإيد وريحته طيبة. أنا بالنسبة لي ترطيب الإيد شيء جداً.